J'ai annoncé que nous étions à préparer un projet. في الندوة الصحفية التي أجراها اليوم الأربعاء تحدث رئيس شباب بلوزداد محمد بلحاج عن كثير من الأمور المتعلقة بالنادي خلال الموسم الكروي الجديد وعن الأهداف المسطرة. وخلال الندوة تطرق رئيس الشباب إلى قضية استقبال الفريق بملعب براقي عند استلامه وعند انتهاء الأشغال فيه، حيث قال أنه يمتلك مشروعا اقتصاديا ومربحا خاصا بالملعب، وقال أنه يتمنى الحصول والاستفادة من الملعب كغيره من محبي الفريق، وأضاف أن الفريق يحتفل بستينية تأسيسه، ولما لا يكون هذا الملعب من نصيبنا، ربما نستحق ذلك.